طيب هننتقل القضية الثانية، الفنان هشام عبد الحميد. هشام عبد الحميد من الفنانين الذين حققوا نجاحا، وهشام كان دايما بيختار أعماله الفنية، ويعني ربما لما الوسط أصيب بالحالة اللي بنعاني منها، وهي إن في موجة واحدة من الأفلام وموجة واحدة من الأعمال الفنية، ربما هذا الجو أصابه باليأس والإحباط. طيب بعض الأنباء كانت ترددت بإن هشام عبد الحميد في تركيا، ويبقى تركيا يبقى تعقبها أنباء على طول إن هشام عبد الحميد انضم إلى جماعة الإخوان، وإن هشام عبد الحميد بيشتغل في قنوات الإخوان. الفنان هشام عبد الحميد معانا من تركيا. أستاذ هشام أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين جميعا. اهلا بيك استاذ هشام. استاذ هشام هسالك، هنا انت سافرت تركيا وعلى الفور اخبار انتشرت بشكل كبير ان هشام عبد الحميد هيشتغل في قنوات الاخوان، وهنا انضم الى جماعه الاخوان. يعني ما هي المعلومات المتعلقه او ما هي الحقائق المتعلقه بذلك؟ لا طبعا الاخبار دي غير صحيحه. انا الحقيقه بالفعل في قناه الشرق، ولكن قناه الشرق اليوم غير قناه الشرق بالامس. قناه الشرق بالامس كانت فعلا اخوانيه الى ان تم شرائها للدكتور ايمن نور. دكتور ايمن نور معروف بتوجهات الليبراليه، و يعني كل دلوقتي شاشه في قناه الشرق للمتابع يعني هنلمس التوجهات الليبراليه اللي موجوده والتوجهات المختلفه من جميع المناحي وعلى جميع الاصعده في شاشه قناه الشرق. طيب يبقى هو انت هتشتغل في قناه الشرق بالظبط. طيب هنا استاذ هشام هيبقى في تساؤل، بس هو قناه الشرق في كل الاحوال عندها موقف من الأوضاع في مصر، يعني هي بتتعامل مع الأوضاع في مصر على إنها انقلاب وتطالب بعودة الشرعية، أو حتى لو هي يعني بتقف في منطقة شوية جايز الدكتور أيمن نور حكاية عودة الشرعية يعني فيها بعض الملاحظات عنده، لكن هي في النهاية عندها موقف من السلطة الحالية، وبتقول ما حدث أو ما يحدث في مصر الآن بمثابة انقلاب، فهتبقى هذه المواقف محسوبة عليك. بص يا أستاذ وائل، هو الحقيقة أنا لما جيت أقدم برنامج في قناة الشرق أو اتفق معايا إن أنا أقدم برنامج في قناة الشرق، الحقيقة يعني لم تمارس علي قناة الشرق أي نوع من أنواع الضغط أو التوجيه أو التوجه لأي فكر ما، إنما أنا بقدم هذا البرنامج من خلال قناعاتي ومن خلال وجهة نظري ورؤيتي للأحداث وللحياة وللواقع، وما يعني لم يمارس علي أي ضغط من أي نوع إن أنا أقدم وجهة نظر بعينها أو هقدم شكل ما بعينه يعني. طيب يعني هو برنامج فني ولا فني سياسي اجتماعي؟ يعني في الخلطة كلها. برنامج فني سياسي اجتماعي، ولكن السياسه هنا يعني بتقدم بشكل فني بشكل سخريه فنيه، وده شكل من الاشكال اللي متعارف عليه عالميا وموجود في امريكا وموجود في الدنيا كلها. طيب دايما في انت عارف حساسيه العلاقه مع تركيا الان يا استاذ هشام، هقول لك يعني لماذا سافرت الى تركيا؟ هل من اجل ذلك؟ اولا انا كنت في كندا، وبعدين انا كان عندي الحقيقه يعني شركة كنت متفق معها أن أنا أقدم برنامج آخر، ولكن لأنه دكتور أيمن تصادف وجوده في تركيا ولأنه صديق من زمن، فالحقيقة تواصلنا مع بعض ويعني اتفقنا أن احنا نقدم أيضا برنامج عنده. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، تعالى أقول لك يا أستاذ وائل، يعني أحكي لك بس قصة كده أو حكاية أو وقع تاريخية كانت موجودة من زمن، ولأنه البعض الحقيقة لسه متوقف عن الفكر ده. يعني في الستينات
لما تم اختيار عمر الشريف في فيلم لورنس العرب قبل في هوليوود عالميا، امريكا وامريكا كانت ساعتها الامبرياليه العالميه، وكانت ساعتها على غير وفاق مع مصر، وكانت مصر تنتهك التوجه الاشتراكي الاتحاد السوفيتي، وكان ده يعني على النقيض تماما من سياسه الدوله المصريه. ومع هذا عمر الشريف سافر وعمل فيلم، اعتقد ان الفيلم اسمه لورنس العرب، واعتقد ان لورنس العرب للناس اللي قارين تاريخ وعارفينه وشافوا الفيلم، اعتقد انه كان يحمل بعض الرؤى الغير مناسبه يعني وقتها. وبعدين لما عمل عمر الشريف فيلم فتاة مرحة مع باربارا ستراسند، وكان في يعني مشهد حب معها، واتاخد هذا المشهد اتصور واتحط على غلاف مجلة مصرية، واتكتب اسحبوا الجنسية المصرية من هذا الرضيع. يعني هو السؤال مش معقول يبقى مفهوم الوطنية عندنا يعني بالضيق ده، يعني مش ممكن نتوقف مفهوم الوطنية على القميص الإنجليزي والبنطلون الأمريكاني والمش عارف إيه، يعني ما ينفعش إحنا لغاية دلوقتي بنفكر، البعض يعني بيفكر أو بياخد المسائل بحساسية زي ما كنا بناخدها بهذا الشكل يعني. انا بس يعني هختلف معاك، يعني فيما يتعلق بعمر الشريف، يعني هو يقدم فنا والفن يعني لا علاقة له بالحدود ولا بالجنسيات، الفن يتجاوز كل الحدود. لكن المشكلة هنا يا استاذ هشام، انت ستقدم برنامجا على شاشة بتقول ما يحدث في مصر انقلاب، وبتحرض على مصر ليلا ونهارا. بص يا استاذ وائل، انا طبعا وما زلت بؤكد ان انا برنامجي انا شخصيا لم امارس، يعني لم يمارس علي اي نوع من انواع الضغوط لتوجيهي الى جهه معينه، نمره واحد. نمره اثنين، قناه الشرق قناه حقيقه يعني اسمها شعارها قناه لكل المصريين. يعني لو حضرتك شفت القناه هتلاقي على شاشتها كل التوجهات السياسيه وكل الرؤى وكل وجهات النظر، ولا يتم من اداره، يعني انا ما شفتش من اداره القناه اي نوع من الضغط على اي رؤى او على اي اتجاه بعينه او فصيل بعينه. بس هو اللي هيشتغل في القناه يعني هنا يا استاذ هشام، لا يعني عنده موقف من 30/6، عنده موقف من السلطه الحاليه، وكلهم يعلنون هذه المواقف. انت عندك موقف من 30/6 وعندك موقف من السلطة الحالية اللي بيمثلها الرئيس السيسي، يعني انت لا تعترف بثورة 30/6 وايضا شايف ان الاوضاع في مصر انقلاب، هم كلهم بيقولوا كده، بيعترفوا بذلك. يعني كيف تتعامل مع ثورة 30/6 وكيف تتعامل مع شرعية الرئيس السيسي؟ 30/6 ارادة شعب يا استاذ وائل، ولا احد يختلف ان اراده الشعب يعني لا احد يقف امامها، ولا احد يستطيع انه يعني انا مؤمن دايما ان الافكار لا تحسم الا باراده الناس، ومؤمن دايما ان الشعب هو الفيصل النهائي لبقاء حاكم من عدم. بس خلينا نقول بشكل يعني انا بالذات عايز قاعده مع حضرتك، يعني ابقى موجود معاك، خلينا نقول انه يعني انا كنت اتمنى انه هذه الاراده القويه والكبيره كانت تحتكم الى صندوق الانتخابات، لانه الممارسه الديمقراطيه اللي احنا عارفينها جميعا دائما تنتمي ودائما تنتهي الى صندوق الانتخابات. فانت شايف انه التغيير في 30/6 كان لازم يكون من خلال صندوق الانتخابات. انا احترمه تماما، وانا يعني مع ارادة الناس ومع ارادة الشعب، واتمنى ان كان يعني يكمل هذا بصندوق الانتخاب، لانه المعايير الديمقراطية معروفة واحنا كلنا يعني نتمناها لبلدنا. طيب انت يعني كنت امام
رئيس المعزول محمد مرسي رفض، هو كان المطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رفض ذلك تماما، قامت ثورة شعبية كبيرة. وبالتالي هنا اللي رفض الاحتكام من جديد لصندوق الانتخابات هو محمد مرسي. بس هو معنى كلامك كده انك ضد ثورة 30/6، كنت شايف انه لا اطلاقا انا ضد ثورة 30/6. وبعدين انا عايز اقول على حاجة في زوائل، دايما الخلافات جزء من ثراء التجربة المسلمين، يعني المسألة ما بتقش عن انت مع ولا ضد، يعني الخلافات لا، هي افكارنا معلنه لا نخفيها، افكارنا ليست سريه يا استاذ هشام. يعني لما بقول لك سريه، انا ما قلت سريه، انا بقول ان الخلاف يعني ما يبقاش، يعني الخلاف دايما جزء من الطرائق، يعني ما فيش حاجه اسمها الكل بيقول اه، ما فيش حاجه الكل بيقول لا. وبعدين انا شخصيا ابجل واحترم ثوره 30/6 اكيد، يعني يبقى اللي بتحترم ثورة 30/6. طب الجزء الثاني، هل ثورة 30/6 دي هي امتداد ل 25 يناير؟ ولا احد ينكر ابدا ان ثورة 25 يناير انبثق منها وانبثق من وانبثق من رحمها ثورة 30 يونيو. طيب ازاي انت هتطلع على شاشة، يعني أنا لا أخون أحداً، يعني هذا البرنامج لا يستخدم أسلوب التخوين يعني، لكن هتطلع على شاشة تتعامل مع الأوضاع في مصر على إنها انقلاب، يعني أنت بتقول أنا بأؤمن بثورة 30/6. والجزء الثاني هنا موقفك إلى إن البعض يؤمن بثورة 30/6 لكن لا يؤمن ببيان 3/7، وشايف إن ما تلا 30/6 بمثابة انقلاب، يعني أنت الشاشة اللي هتشتغل فيها هي ده، هو ده منهجها يا أستاذ هشام. أنت إذن هتطلع على الشاشة تقدم برنامجا وهي شاشة أيديولوجية، شاشة موجهة، زي يعني هذا البرنامج له مبادئه وله منهجه، أنت هتطلع على شاشة. الشاشة ما هيش أيديولوجية يا أستاذ وائل، الشاشة والشعار واضح بتاعها شعارا الشرط لكل المصريين. والحقيقه وانا برضو اكرر تاني وبقول ما فيش اي نوع من انواع الضغط من اداره قناه الشرق على اي تفصيل او على اي برنامج بيقدم. البرامج بتقدم بحريه شديده، وكل يحمل وجهه نظره وكل يقدمها بحريه دونما ضغط. هذا هو ما اراه. طيب هنا يعني هل يمكن ان تقدم برنامجا في قناه الجزيره؟ انا بقدم القناه الان، انا بقدم يعني شغلي البرنامج المنوط بيه بقدمه في قناه الشرق اللي هي يديرها دكتور ايمن نور اللي هو ليبرالي. ده اللي انا بعمله دلوقتي. طيب هو انا بس بسالك لانه الاسئله دي مهمه يا استاذ هشام، يعني انت هنا واضح انت يعني لما بسألك موقفك حتى من السلطة الحالية، السلطة الحالية هي سلطة تعبر عن ثورة 30/6، انت طالع على شاشة شايف الوضع اللي بيحصل في مصر انقلاب، هل انت شايفه انقلاب ولا لا؟ بص يا استاذ وائل، يعني كان في كاتب كبير ياباني اسمه فوكوياما عمل كتاب في نهاية الستينات اسمه نهاية التاريخ، وأقام الحقيقة الكتاب ده على فرضية محل يعني دلوقتي خلاف واسع، إنه التاريخ انتهى بأفكار اليمين على اليسار، نهاية الأفكار اليسارية إلى الأبد. وطبعًا هذا الكتاب اختلف عليه وما زال مختلف عليه، لأن التيارات والمذاهب والجماعات السياسية ما بتنتهيش أبدًا مع التاريخ، حتى ولو تعرضت لأزمات. وزي ما قلت لحضرتك انا مؤمن دايما ان الافكار لا تحسم الا باراده الناس. والحقيقه برضو عشان برضو يعني ابقى واضح، انا لا انتمي الى جماعه الاخوان، وانا بختلف مع جماعه الاخوان. طيب بتختلف مع جماعه الاخوان، انا سؤالي هل بتتعامل مع الوضع الحالي؟ انت هتطلع على شاشه يا استاذ هشام ليلا نهارا، الانقلاب في مصر، الانقلاب في مصر، السيسي قاتل، السيسي مجرم، بتطلع على شاشة بهذا الشكل وهي شاشة موجهة بهذا في هذا السياق،
هل انت شايف الوضع في مصر انقلاب، وشايف انه الاتهامات التي وجهوناها للرئيس السيسي شايفها صحيحة ولا لا؟ هتكلم وهعيد تاني يا استاذ وائل، ان الشاشة في قناة الشرق لا تتوقف عند رأي بعينه، ولا تتوقف عند وجهة نظر بعينها، ولا تفرض وجهة نظر بعينها، وقناة غير مؤدلجة، وقناة ليبرالية. وأما أنا فرأيي، وكنت أتمنى أن المسألة تنتهي بصندوق الانتخاب، لأن هذه الممارسة هي ممارسة ديمقراطية. طيب يبقى أنت شايف أن الوضع في مصر انقلاب؟ أنا بقول رأيي، ما قلتش بقى أنا بقول رأيي، أنا بقول أن أنا كنت أتمنى أن الظروف توصل وتصل إلى صندوق الانتخاب اللي بيحمل إرادة الناس واللي هيجيب رأيه في النهاية. طيب هنا 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 يا استاذ هشام، ما هو ده رأي، بس انت يبقى انت شايف انه طالما انه لم يتحقق صندوق الانتخابات يبقى الوضع في مصر الان هو بمثابة انقلاب. هي انا كنت اتمنى ان يصل لصندوق الانتخاب، يعني انا دائما في صف الديمقراطيه، وانا دائما في صف مبادئ الديمقراطيه، ودائما في صف الممارسات الديمقراطيه بأولوياتها وبآليتها، لأن احنا انتقلنا بعد ثورة 25 يناير إلى ممارسات ديمقراطية، والشارع اتغير والدنيا اتغيرت. فأنا طبعا بتمنى دايما كراجل وطني وكراجل محب لمصر وكراجل مصري ومواطن بسيط، أحب إن دايما الممارسة الديمقراطية هي اللي تحكم آليات تحولاتنا كلها. طيب الممارسة الديمقراطية، أنت أمام جماعة فاشستية دموية، الجماعة اختطفت البلد، إعلان دستوري حصن فيه محمد مرسي نفسه من كل شيء، تحول إلى نصف إله، ممنوع مساءلته ومحاسبته لا شعبيا ولا قانونيا ولا قضائيا ولا سياسيا بموجب الإعلان الدستوري. أنت أمام جماعة استبدلت الميليشيات بالدولة، تحولنا من مؤسسات إلى ميليشيات، أمام جماعة اختطفت الوطن واختطفت هوية مصر وثار الشعب عليها في 30/6. يعني مش شايف كل ده إنه منحى ديمقراطي وعندي جيش وطني انحاز للإرادة الشعبية؟ يعني كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ يا أستاذ وائل، يعني كل اللي حضرتك بتقوله بيسقط ونسقطه في صندوق الانتخاب. يعني صندوق الانتخاب هو الفيصل النهائي لهذه المسألة. طيب تعملوا ازاي صندوق الانتخاب وانت امام رئيس معزول رفض صندوق الانتخاب؟ صندوق الانتخاب بتحدده ارادة الجماهير وارادة الشعوب اللي اسقطت قبل كده رؤساء بصندوق الانتخاب برضه. ما هو صندوق الانتخاب ده مش احنا اللي مخترعينه. يعني اليات الديمقراطية دي مش احنا اللي مخترعينها، ولا احنا اول ناس نعملها او اول ناس نتمناها. دي حصلت